السلام عليكم. راح نحكي على التطبيق اللي عملناه فيديو عليه الصباح، تطبيق ام تي سي. ماهوش راح يبدا التعدين اليوم، كانت معلومه مكتوبه من الكور تيم. عاود نزل تغريده ثانيه قال لك ممكن يبدا التعدين قبل الكي واي سي، يعني قبل 20 يوم. راح نتكلم على الامر اللي يخصنا. كانت نزلت سي بي دي سي اليوم تغريدة، راح نترجموها مع بعض. تقول التغريدة: من المتوقع أن يتوقف الإنتاج في غضون ما بين 15 ساعة حتى 19 ساعة. إغلاق المجتمع على وشك الفتح، يرجى المشاركة في الإقفال وترقية التطبيق في الوقت المناسب. لا يمكن للحسابات غير المقفلة سحب العملات المعدنية والحصول على تأهيل كي واي سي. يعني بالمعنى راح يتوقف التعدين في غضون 19 ساعة ماكسيموم، ويعملوا تحديث ويعملوا توثيق. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.